مستر خالد، خلينا نعرف السادة المشاهدين أكثر، مين بيكون مستر خالد وكيف جيت على دولة الإمارات؟ تفضل. أنا جيت تقريبا من 12 سنة. ما شاء الله. أنا طبعا من صار لي 22 سنة بمجال المطاعم. ما شاء الله. حبيت الشغلة والحمد لله. الحمد لله، يعني كنت كموظف اكتسبت الخبرة الكافية، خلينا نحكي لحتى حضرتك فتحت البزنس الخاص فيك. البزنس الخاص بلش يعني بال 2012. خلينا كمان نحكي للسادة المشاهدين شو بيقدم المطعم هذا والثاني. المطعم هون بس اسماك، يعني بيع وشراء. جميل. وشوي. جميل. مثل ما بتعرف نحن بالشهر الفضيل، كل عام وانت بخير طبعا، رمضان كريم. خلينا نخبر السادة المشاهدين اكثر، متى بيكون مثلا لو شخص بده يوصي اوردر، كيف طلباتكم، شو الشغل بالضبط، الاسماك اللي عندكم، مشوي محشي، خلينا اكثر نحكي. جميع انواع السمك موجوده، السلمون السبري، الخباط الشعري، الكوبر، الكنعد، القباب، الروبيان، النغر، كله موجود. حلو كتير. مشوي اللي هو فريش. نعم. جميل. فريش بشكل يومي يعني بيجي. جميل جميل. طبعا بعدين الشخص بده يوصي الاوردر، هل موجود عندكم جميع انواع السمك؟ اكيد. نعم. ويكون مشوي او يكون مشوي أو موجود. جميع انواع السمك. حلو. والديليفري ايضا خلينا نحكي موجود. توصيل بيوصلوا لوين بالضبط؟ بيوصلوا للمنطقه اللي احنا فيها، اللي حتى المزارع ومصفوط. جميل. منطقه الحويلات. جميل. المناعي. جميل. ايضا خلينا نحكي للساده المشاهدين عن اللوكيشن يلي المحل المطعم هذا والثاني، خلينا نحكي لهم عن العنوان. العنوان احنا بحتى منطقه حتى. تمام. اكيد اعزائي المشاهدين حنترك لهم اللوكيشن العنوان بالضبط في اسفل الشاشه والارقام التليفونات طبعا للتواصل مع حضرتكم. والمطعم الثاني وين؟ منطقه المزارع تقريبا يعني 10 دقائق منه. جميل. اكيد هنترك كمان عنوان المطعم الثاني وارقام التليفونات. مزارع الشارع العام معروف. جميل. في اسفل الشاشه شو اسمه؟ مطعم بلقيس. بلقيس. جميل. هل هو بيقدم كمان الجميع؟ لا، متوسعين اكثر من هون، يعني هناك في المندي، المشاوي، المقبلات، الاكلات السوريه كله. حلو. اكلات السوريه. والاكلات اللي جميعها. جميع المأكولات. حلو كثير. هل في اماكن يعني هناك ولا ديليفري كله؟ لا، في جلسات عربيه وفي جلسات طاولات وفي توصيل. جميل. مستر خالد اكيد بنتمنى لك جزيل التقدم والنجاح. واكيد اعزائي المشاهدين، الشخص لما بده يوصي مثلا الاوردر يوصي قبل قد ايه من الاذان؟ السمك يعني تقريبا نص ساعه 45 دقيقه. أكيد مستر خالد نتمنى لك جزيل التقدم والنجاح ونشوفك في كافة الإمارات وليس فقط في حتى، نشوفك بدبي وعجمان جميع الإمارات. وأكيد خلينا نترك الشغل شوي ونروح لجانب وطني ونحكي شوي عن نعمة الأمن والأمان في دولة الإمارات. الحمد لله. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان في دولة الإمارات. الله يديم نعمة الأمن والأمان على حكام وشعب دولة الإمارات. آمين يا رب العالمين. آمين. وأكيد في نهاية برنامجنا دائما نوجه رسالة شكر لشيوخ دولة الإمارات. تفضل. نعم، نشكر دولة الإمارات وشيوخها جميعا إن شاء الله، ويديم الأمن والأمان. آمين يا رب. وأكيد طبعا بنوجه لحضرتك رسالة شكر خاصة أيضا من قناة سما الخليج.
ونتمنى لك جزيل التقدم والنجاح للمرة الثانية. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم سما الخليج وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.